السلام عليكم. في المحاضرة الماضية بدينا في موضوع الأنتي فايرال دراجز، وديك المرة خلصنا بشكل عام بعض الأدوية اللي بتأثر على دخول الفيروس للهوست سيلز، وهيك غطينا وقتها الاميونوجلوبولينز الانفيبراتايز اللي قلنا هذا بيشتغل على كأنتي ريترو فايرال دراج قبل دخول الاتش اي في فيروس للهوست سيلز. برضه كمان اخذنا على البالفيزيوماب اللي عباره عن مونوكلونال انتي بودي. ذكرناكم كمان في الامانتيدين اللي بيشتغل بنا على الانكوتنج للفيرال بارتيكلز. بعدين درسنا عن مجموعه النيوراميليديز بيترز انه يصير في ريليز اوف ذا بروجيني فيروس بارتيكلز من انفكتد هوست سيلز، وبالتالي قلنا بيمنع انتشار الفيروسز، وهذا طبعا كان كعلاج مناسب للانفلونزا فبمنع تطورها بشكل منيح. هلا في عندنا مجموعه ثانيه من الدروكس اللي ذات كان انهبت ذا نيوكليك اسيد سينثيسيس. في هون في عندنا دواء مشهور كثير اسمه اسايكلوفير. هذا الدروك مشهور كثير لانه مستخدم كثير في علاج كومن فيروس انفكشنز زي مثلا الهيربس فيروسز. الهربس كلكم تعرفوا اللي بيطلع على شكل زي ulcerations حوالين منطقة الفم والأنف، وبيجي بشكل موسمي في لما بصير الدنيا برد مثلا أو إذا الواحد رشح أو مرض بيلاقي فجأة طلع هيك زي ulcers، بكون في عامل زي blisters وتحت تتقرح وممكن تروح لحالها طبعا، لكن إحنا ممكن نستخدم acyclovir وقتها ممكن topically على هاي الأماكن. لكن برضو كمان إذا كانت يعني منتشرة بشكل كتير كبير وحتى مرات تطلع فيها زي يعني ايش بيشبه زي هاي في لكن في الجينيتال اريا، فهنا بنستخدم مرات يعني سيستميك دروكس زي بكون شكل يكون اورالي، وممكن حتى بعض الحالات نعطيه كمان بارنترالي. برضه كمان في مجموعه او في نوع من الفيروس برضه بتاثر بالاسايكلوفير اللي هو الفاريسيلا زوستر فيروس، اللي ممكن كمان يعمل شيء بنسميه شينجلز اللي هو بسموه حزام النار، بيجي على شكل تقرحات على الدوسر ريجر على منطقه الظهر، برضه بيجي على شكل اتاكس بيكون الجلد بيحمر وبيصير فيه تقرحات وبكون اجمالا مؤلم. طبعا هذا الفاريسيلا زوستر فايروس هو نفسه الفيروس اللي بيعمل الجدري للاطفال اللي احنا كلنا يعني بنعرفه كثير منه حتى ممكن نصابه فيه احنا صغار، لكن الانفكشنز هاي سواء كانت الفاريسيلا زوستر فايروس او الهربس فايروسز هاي كلها تعتبر كرونيك انفكشنز، بمعنى انه الفيروس ما بيروح من جسم الانسان اذا اصيب فيه، فبضل الفيروس دورمنت في انواع معينه من الخلايا، وفي اوقات معينه لما المناعه بتضعف ممكن انه يرجع يهيج مره ثانيه وينشط ويعمل انفكشن. فاحنا عمليه بنحاول انه نعمل له يعني ان اكتيفيشن مره ثانيه، فاحنا بنعطي الاسايكلوفير وحتى الدرج كمان برضه نفس الشيء ممكن انه يصير له يعني سبريشن ويرجع عند الكنترول وتختفي السيمبتومز، لكنه ولكن هاي الانفكشن بتضلها دائما لايف لونج. فلهذا السبب احنا اذا لما نستخدم الاسايكلوفير هو فقط عباره عن سيمبتوماتيك تريتمنت، فقط احنا بنعطي هذا الدرج بيعمل كنترول للانفكشن بيرجع الامور ستيبل مره ثانيه، وهيك طبعا بامكانه انه المريض يتحسن كواليتي اوف لايف. الكلام هذا برضه مرات بيكون مفيد في الاطفال اللي بصير عندهم جدري فبكون عندهم الاتاك شوي قويه، فبرضه لما نعطيهم الاسايكلوفير برضه بيساعد انه يصير عندهم رابيد ريميشن بشكل كثير اسهل. خلينا نشوف هلا الميكانيزم اوف اكشن للاسايكلوفير. اول شيء لازم نعرف انه هذا عباره عن برود دراج، يعني هو بالصوره اللي هو عليها ما له اي فارماكولوجيكال افكتس مطلقا. الشغله الثانيه لازم نعرفها انه الستركتشرال اسايكلوفير بيشبه النيوكليوتايدز وتحديدا بيشبه الجوانوسين نيوكليوتايد. احنا بنعرف عندنا ادينين جوانين سيتوسين ثايميدين وغيره، هلا هذول هلا هذا بيشبه بالذات الجوانوسين. هلا هذا الاسايكلوفير لما يعني بيدخل في داخل يعني خلايا جسم الانسان المختلفه بيكون على شكل برود دراج او ان اكتيف فورم. هلا فقط الخلايا المصابه بالفيروسات تحتوي على انزيم اسمه ثايميدين كاينيز. هذا الانزيم بيصير له انكودنج او ينتج بفعل الفيرال دي ان اي. فلهذا السبب اذا هو اذا بنسميه احنا فيروس انكودد انزيم. لهذا السبب معناها انه الخلايا غير المصابه لا تحتوي على هذا الانزيم. طب هذا الانزيم شو اهميته؟
هذا هو اللي بيعمل اكتيفيشن للاسايكلوفير وبيبدا يحوله للاكتيف فورم. فلهذا السبب كان لكم من هلا عم بكير كثير انه الخلايا العاديه الهيلثي سيلز ما بصير فيها اكتيفيشن للاسايكلوفير، فبالتالي ما بكون في اي انتي فايرال اكتيفيتي او اي سايتوتوكسيك اكتيفيتي فيها. معناها الدرج هذا سيلكتيف بس على الخلايا المصابه بالفيروس. طيب هذا الانزيم شو بيعمل؟ عمليا هذا الانزيم بيعمل مونو فوسفوريليشن، يعني بضيف فوسفيت جروب للاسايكلوفير، فعشان هو بصير عندنا مركب اسمه اسايكلوفير مونو فوسفيت. هلا وزي ما قلت لكم، لكن هو عمليا صار بيشبه الجوانين، فصار وكانها الخليه فيها جوانين مونو فوسفيت، لكن هذا جوانين مشوه معدل طبيعي، لكن احنا بنحاول نضحك فيه على اليات التصنيع في داخل هاي الخليه. هلا الخليه لما تمسك هلا الاسايكلوفير مونوفوسفيت بتعتقد انه هذا جوانوسين مونوفوسفيت. فلهذا السبب هلا الانزيم اللي هو تاع الخليه الهوست، خليه الانسان نفسها، بتبدا هلا تكمل عمليه الاكتيفيشن للاسايكلوفير. فبتعمل له كمان بيجي انه هو الانزيم، بنيجي نحكي اسماء الانزيم هاي هلا، انه بضيف كمان فوسفيت جروب عليه، فصار في عندنا اسايكلوفير داي فوسفيت، وبعديها في عندنا انزيم ثالث بيحول او بضيف كمان فوسفيت جروب ثالثه، فبصير في عندنا هون اسايكلوفير تراي فوسفيت اللي بيشبه الجوانوسين تراي فوسفيت. فصار هلا هذا المركب شبيه جدا بالجوانوسين تراي فوسفيت، وهيك بيتم خداع هلا الدي ان اي بوليمريز للهوست سيل اللي راح تمسك الاسايكلوفير تراي فوسفيت اعتقادا منها انه هذا عباره عن جوانوسين تراي فوسفيت، وراح هلا تضيفه هلا في الجروينج دي ان اي تشين، وفعلا هي بتم اضافته هون، لكن هذا مش سايتوسين. طب شو المشكله؟ المشكله انه لما بيجي الدي ان اي بوليمريز يضيف نيوكليوتايد اخر بعد هذا النيوكليوتايد ما بيقدرش يربط عليه، يعني بكل بساطه عباره عن نيوكليوتايد معدل. احنا بنعرف انه هون بيتم بكون عنده هون دي ان اي تمبلت، وهون بصير نضاف النيوكليوتايد واحده ورا الثانيه، وبتم ربط كل النيوكليوتايد مع النيوكليوتايد اللي قبلها، فبالتالي مع النيوكليوتايد اللي قبلها عفوا. فعشان هيك الاسايكلوفير ترايفوسفيت او الاسايكلوفير اللي تم اضافته في الدي ان اي تشين هذا غير صالح للارتباط مع النيوكليوتايد التالي اللي راح تيجي تركب بعديه، فهيك بتوقف تصنيع الدي ان اي. والشيء المهم انه الدي ان اي بوليماريز ما بيقدر يعود ينتزع هالنيوكليوتايد هاي من مكانها، فبالتالي هون بتوقف تصنيع الدي ان اي بشكل كامل بهاي الخليه المصابه. وزي ما قلت لكم الحكي هذا ما بيصير الا بالخليه المصابه، انه الخطوه الاولى بحاجه لفيروس انكودد انزيم مش موجود بالهيلثي سيلز. هلا في دواء ثاني اسمه فالاسايكلوفير، هذا عباره عن برودرك من الاسايكلوفير، يعني بين قوسين هو بيتحول في الجسم لاسايكلوفير، فبالتالي بيكمل بنفس الميكانيزم اوف اكشن بالضبط. طب ليش عدلنا هيك وعملنا الفالاسايكلوفير؟ بكل بساطه الاسايكلوفير صح انه بينعطى اورالي وبصير الاورال ابزوربشن كويس، له بايو افيلابيلتي ماشي حالها، لكن في شركات ادويه كانت تطمع انه تحسن البايو افيلابيلتي اكثر، بحكي خصوصا بحكي الاورال بايو افيلابيلتي. فالفكره هون بس انه الفالاسايكلوفير يعني كبايو افيلابيلتي انها اعلى لما بينعطى اورالي، لكن نفس الاستخدامات بالضبط لعلاج الهيربس سيمبلكس فيروس والباريسيلا زوستر فيروس. هلا في كمان دواء ثالث اسمه جانيسايكلوفير، وهون في شويه اختلاف او في اختلاف جوهري بالاحرى عن الاسايكلوفير. شفنا انه الاسايكلوفير ما بيشتغل مطلقا الا في الخلايا المصابه، لانه بحاجه لاول رياكشن بالفيرال تايميدين كاينيز. هلا المشكله انه في عندنا فيروسز زي مثلا فيروس اسمه سي ام في فيروس، اللي هو يعني كرونيك ميلوجينس سوري لو سايتوميغالوفيروس. هلا هذا السي ام في ما في تايميدين كاينيز، يعني ما بيعمل انكودنج لهذا الانزيم مطلقا. فلهذا السبب السي ام في فيروسز بشكل عام تعتبر انها يعني ريزيستنت للاسايكلوفير، لانه الاسايكلوفير راح يضله ان اكتف في الخلايا المصابه، وبالتالي مش راح يقدر انه يكون الفولس نيوكليوتايد. فلهذا السبب تم تطوير الجاني سايكلوفير بحيث انه بيصير له هلا اكتيفيشن بواسطه الهوست سيلز مش بواسطه الفيرال انزيمز، هو مش بحاجه اصلا لهذا الانزيم. ف
فلهذا السبب اذا بامكانه انه نستخدم الجيني سايكلوفير علاج السيتونيجالو فيروس. هلا الفكره هون في الموضوع انه طالما الحكي هذا مش بحاجه لفيرال انفكتد سيلز او مش بحاجه لانزيم، فاذا معنى الكلام هذا كمان انه السلكتيفيتي لهذا الفيروس كمان راح تكون يعني قليله جدا، او في بالاحرى افضل بالاحرى انه فبالتالي انه راح ياثر على النورمال سيلز وكمان على الانفكتد سيلز. فلهذا السبب هذا الدروك بيعمل سايد افكتس اكثر من الاسايكلوفير، فممكن يعمل طبعا بون مارو سبريشن على شكل مثلا نيوتروبينيا على سبيل المثال. طيب هذا كان بخصوص مجموعه الجوانين بيطايد انالوجز. هلا في عندنا المجموعه اللي بعديها اللي هي مجموعه الريفرس ترانسكريبتيز انهبيترز، وهنا نحكي عن على انزيم مهم كثير في الاتش اي في فيروسز. هذا الانزيم يعني اهميته انه بيحول الفيرال ار ان اي ل دي ان اي، لانه احنا بنعرف انه الفيروسات ان كان احنا بشكل عام نعملها كلاسيفيكيشن ل دي ان اي فيروسز وار ان اي فيروسز. هلا الار ان اي فيروسز من ميزاتها او من ضمن الشغلات لازم يصير فيها زي ما بنشوف هون في هذا الدايجرام، انه بعد ما تعمل انفيجن للهوست سيل وبصير طبعا ريليز لمكوناتها في السيتوبلازم، هلا بتكون هي محمله بار ان اي، والهدف لهذا الفيروس او احدى يعني الشغلات المهمه له انه لازم انه يعني يعمل انتجريشن للجينيتك ماتيريال اللي له الدي ان اي تبع الهوست سيل مشان يصير جزء راسخ من مكونات هاي الخليه. عشان هيك الار ان اي هذا المحمل في الـ في الـ في الاتش اي في فيروس لابد من تحويله لدي ان اي. عشان هيك بيجي عنده هون الانزيم هو ريفرس ترانسكريبتيز انزيم، اسمه ريفرس ترانسكريبتيز يعني هذا بشكل عكسي بنسخ دي ان اي من الار ان اي، فينتج عندنا في الحاله هلا هون اتش اي في دي ان اي. هل هذا الدي ان اي بدخل جوا النيوكليوس وبواسطه انزيم اسمه انتجريز انزيم من انتجريشن اندماج، يعني بيتم دمج الفيرال دي ان اي بالهوست دي ان اي. خلص صارت الخليه هاي الكروموسومز تاعتها الدي ان اي المحتوى اللي فيها خلص جزء اصلي منه صار فيرال دي ان اي. وهذا طبعا سبب مهم او انه ليش انه صعب انه الخلايا هاي تتخلص من هاي الانفكشنز. فلهذا السبب احنا فينا عملنا هو ريفرس ترانسكريبتيز انزيم انهبيترز اللي بتعمل انهبيشن بلوك لهي البروسيس، فبالتالي ما بتكون عندنا هنا او لا ينتج دي ان اي، وبالتالي طبعا ما بصير عندنا انتجريشن للدي ان اي في الهوست، وهذا طبعا بخلي الخليه هاي انه ما تصير انفكتد. فلهذا السبب هذا الدروج بيمنع انتشار الفيرال انفكشنز في خلايا المريض. الان في عندنا نوعين من الريفرس ترانسكريبتيز انهبيترز. النوع الاول نسميه احنا نيوكليوتايد او نيوكليوزايد ريفرس ترانسكريبتيز انهبيتر اختصار ان ار تي اي. هون بضم على عدد من الادويه المشهوره زي الزيدوفيودين، ستافيودين، ديدانوسين وسيتابين. هلا هذا الدروج يعني دروجز مشهوره كثير من ضمن يعني الادويه اللي نعطيها ضمن الهارت. في لها بعض ادفيرس افكتس انها بتعمل انيميا، نيوتروبينيا، مايالجيا، نوزيا اند هيدك. هلا هذه الدروجز اللي هي الان ار تي ايز هذول عباره عن ريفرسبل انهبيتر للريفرس ترانسكريبتيز. لهذا السبب انه ممكن انه سي تي ديسوشيشن الدروج عن الانزيم وبالتالي بيرجع الانزيم اكتف مره ثانيه. هلا لكن هذا الانزيم مهم بس للفيروسات، احنا معني انه ندمر هذا الانزيم. فلهذا السبب تم تطوير مجموعه ثانيه اسمها نون نيوكليوتايد ريفرس ترانسكريبتيز انهبيترز اختصار بسموها ان ان ار تي ايز. وميزه هاي المجموعه انه ترتبط بشكل ايرفرسبل مع الريفرس ترانسكريبتيز وبتعمل دينيتشرنج، يعني بتدمر هذا الانزيم. فهذا ستعطينا اكتيفيتي كثير ممتازه. في عندنا هون دوايين مشهورين، واحد اسمه نيفيرابين والثاني اسمه ايفافيرنز. اوكي هلا اذا كانت هاي المجموعه الثانيه. هلا في عندنا المجموعه الثالثه اللي هي عباره عن بروتيز انهبيترز.
قصة هاي المجموعة كالآتي. هلا عادة الفيرال يعني ار ان اي، ولما بعدين حتى بتحول لبي ان اي، الجينز اللي موجودة فيه ما بكون في بيناتها يعني ستوب سيجنالز، فبتكون كلها ضمن شيء بنسميه احنا اوبن ريدنج فريم. ايش اوبن ريدنج فريم؟ هلا عادة في جينات البكتيريا وجيناتنا احنا كبشر يعني، وجينات كل الكائنات تقريبا، بكون عندنا كل جين في له ستارت سيجنال وستوب سيجنال. هلا بيجي مثلا الار ان اي بوليمريز مشان يعمل ترانسكريبشن لجين معين، بيمسك على الستارت سيجنال لهذا الجين وبيبدا يعمل ترانسكريبشن للار ان اي، بضل ماشي لحد ما يوصل للستوب سيجنال، وبعدين خلص بينفصل وبيطلع طبعا المسنجر ار ان اي، وبيتم تصنيع هذا البروتين بشكل سبيسيفيك. هلا هذا النيوكليوتايد سيكونس ما بين الستارت سيجنال والستوب سيجنال، هاي احنا بنسميها اوبن ريدنج فريم، هي خاصه فقط في جين واحد، فبيتم تصنيع كل بروتين على حده. والسبب في الموضوع انه احنا في عندنا الاف الجينات اللي بتعمل انكودنج لالاف البروتينز، فبالتالي احنا خلايانا مش بحاجه لكل البروتينز يعني طول الوقت وبنفس الكميات، ففي عندنا حاجه حال يعني حاجه متغيره، وبناء على الحاجه بيتم ضبط مستوى الترانسكريبشن لكل جين. وفي جينات حتى بتكون سايلنت مدى الحياه، خاصة بتكون نشيطه مثلا وقت فتره الحياه الجنين، لكن بعد ما الانسان يولد خلاص بتصير سايلنت كومبليتلي، وامور اخرى يمكن خدتوا عنها انه موضوع الجين سايلنسينج والديفرنشيشن والقصص هاي. هلا لكن بالفيروسز بما انه اصلا في عدد قليل جدا من الجينات، يكون 7 8 10 جينات شيء زي هيك، يعني عدد قليل بينعد وعد يعني، حتى واحد ممكن يحفظه اذا قصد. والفيروس حجمه كثير صغير، وكل الجينات مطلوبة وكلها ضرورية، فيش ولا جين مرة بلدة ومرة لا. فلهذا السبب بكون في عنا الجينز كلها بتكون مع بعض يعني بشكل متتابع بدون فواصل بيناتهم، بكون عندنا بس ستارت سيجنال في البداية وستوب سيجنال في النهاية، بكون عندنا اوبن ريدنج فريم واحد. ايش النتيجة؟ النتيجة هلا يا جماعة الخير انه لما الـ RNA بوليمريز بيبدأ ينسخ في هال DNA مشان يعمل منه مسنجر RNA، بخلص الجين الأول الام ار ان اي وبكمل مباشره بالام ار ان اي تبع الجين الثاني، وبعدين الجين الثالث والرابع وهكذا. ايش والنتيجه معناها؟ انه بيطلع عندي مسنجر ار ان اي هو عباره عن الار ان اي متصل لكل الجينات تبعت هذا الفيروس. هلا هذا الكلام طبعا لما بروح على الرايبوسومز وبصير هلا ترانسليشن هلا على شكل بروتينز كبيبتايد تشين، بتطلع عندنا بصير ترانسليشن برضه كمان للام ار ان اي كله شقفه واحده، فبالتالي بيتم بصير ترانسليشن للجين الاول، بعدين بكمل على طول على الجين الثاني بدون ما يحط فاصل، بدون ما يقطع البروتين الاول مشان يتركه يروح، فبكمل البروتين الثاني والثالث والرابع، بالتالي بيطلع عندي انا بولي بيبتايد تشين طويله كثير، هي عمليا عباره عن اكثر من بروتين متصله مع بعضيها. طبعا هي بالشكل هذا لا يمكن ان تكون اكتف، ولا يمكن انه تعطي اي بنفيت او اي ميتابوليك اكتيفيتي او اي فانكشنال اكتيفيتي، فلا بد هلا انه يصير لها كليفج، انه تتقصقص مشان يصير كل البروتين لحال، مشان كل البروتين يروح على المكان المخصص له ويقدر يؤدي المهمه المطلوبه منه. فلهذا السبب الاتش اي في فيروس والار ان اي فيروس بشكل عام بتحتوي على انزيم اسمه بروتييز انزيم، وهذا الانزيم بيكون زي المقص، بيجي على هي هون هي عندي هون اللي هي الانكت بولي بيبتايد حكينا عنها، بيجي على طول بكسرها بقطعها لقطع اصغر، فبالتالي بتكون نافعه نفسيا هون فانكشن. الفكره هلا انه احنا طالما دلينا على هذا الموضوع، فعملوا انهبيتر لهذا الانزيم، والنتيجه طبعا انه لما صار له انهبيشن هذا البروتين ضل له يعني قطعه واحده، فبالتالي صار نون فانكشنال. والنتيجه هلا انه الار ان اي اللي او سوري او الفيرال بارتكلز اللي تكونت تحتوي على فيوزد بروتين، يعني بروتينز ملتحمه مع بعضيها وهي نون فانكشنال، فبالتالي صح انه الخليه المصابه رح تنتج فيروسات وممكن حتى تعملها ريليز، لكن البروتينز اللي فيها ان اكتف، وبالتالي هاي الفيروسز ما عندها قدره انها تعمل انفكشن لخلايا اخرى جديده، هي عباره عن نون انفكتيف او نون انفكشس بارتيكل. برضه كمان هذا من ضمن العلاجات اللي نضيفها لمرضى الاتش اي بي. هاي مجموعة من دراجز في لها شوية ادفرس افكتس، انه ممكن تعمل نوزيا، فوميتنج، دايبيتس، وكمان ممكن تعمل لايبو ديستروفي اللي بصير اب نورمال ديستريبيوشن للبودي فات، فبصير مرات
أماكن فيها كمية فات قليلة بصير ثيننج مثلا للسكن، وأماكن أخرى بصير فيها تجمع لفات، فبصير زي أماكن يعني شيء منتفخة زي مثلا خلف الرقبة مثلا بصير في مثلا كتلة مثلا من الفات، يعني بصير توزيع غير منتظم بشكل عام للفات اللي في الجسم، يعني بتعمل شوية ميتابوليك سايد افكت هاي المجموعة. هلا في عندنا كمان خيارات لعلاج الفايرال انفكشنز، وهون بنرجع لشيء بنسميه اميونو موديليترز، وهون احنا بنستخدم اليه خلايا جسم الانسان اصلا تستخدمها اللي هو مجموعه الانترفيرونز. هاي عباره عن جلايكوبروتينز بيتم انتاجها في جسم الانسان بشكل طبيعي بسبب تعرض جسم الانسان للاصابه بفايرال انفكشنز. وهي الانترفيرونز في عندنا منها الفا بيتا and gamma. هاي المجموعه لها يعني ممكن انه يتم انتاجها بفعل اصابه بانواع كثير من الفيروسات. بطريقه ما بتساعد على التخلص من هاي الانفكشن. كيف؟ احدى الاليات المشهوره انه بتيجي على الخليه المصابه بكون في عليها ريسبتورز للانترفيرونز، فالانترفيرونز بتعمل اكتيفيشن للريسبتورز اوف ذا انفكتد سيل، فبتشغل سيجنالينج باث واي في داخل الانفكتد هوست سيل. وبالتالي هاي السيجنالينج باث واي بتعطل اليات تصنيع البروتينز وتصنيع الدي ان اي والار ان اي في داخلها، فبالتالي والنتيجه معناها انه بتوقف تصنيع الفايرال بروتينز اند ار ان اي، وهيك طبعا بتوقف انتاج هاي الفيروسز. وهذا بعطي مجال هلا انه جهاز المناعه ممكن انه يقضي على الانفكتد سيل، او على الاقل انه يحد من انتشار الانفكشن. هلا من ضمن الانترفيرونز اللي تم استخدامها بشكل ناجح كان عندنا الانترفيرون الفا، واللي تم او اللي ممكن استخدامه في علاج الكرونيك هيباتيتس بي اند سي. كان نعرف انه الهيباتيتس انفكشن في عندنا منها ثلاث انواع، في الهيباتيتس اي بي اند سي. الهيباتيتس اي هذا اجمالا يعني انفكشن بسيطه، كثير ناس حتى بنصابوا فيها وبشعروش، وحتى لو صار في سيمبتومز فبتروح لحالها وغالبا ما بترتب عليه مشاكل كبيره. وطبعا هو يعني قابل للشفاء يعني حتى بشكل تلقائي وطبيعي، مش بحاجه حتى لادويه. لكن هيباتيتس بي وسي هي عباره عن كرونيك انفكشنز، وهون هل ممكن نستخدم انترفيرون الفا. بس هذا الدروغ راح يمر معنا في القدام في الماده الفاينل انه كمان ممكن استخدامه لعلاج انواع معينه من الكانسر زي الكرونيك مايلوجينس لوكيميا والكابوسي ساركوما، اللي بصير هدفه عن نوع من الكانسر بصير في مرضى الايدز. هلا انترفيرون هذا كريكومبيننت بروتين له يعني فيري شورت هاف لايف، وبنفس الوقت تكلفه التصنيع كثير عاليه. فلهذا السبب لما بنستخدمه احنا هذا كدراج بحاجه لانه نعمل ادمنستريشن يعني بفريكونسي عاليه وبكميات كبيره مشان نحافظ على مستويات عاليه. وزي ما قلت ما انه هذا ريكومبيننت برودكت فبكلف كثير تصنيعه. فلهذا السبب عملوا شغله انه حاولوا يقللوا من الديجراديشن ويحسنوا الاستابيليتي لهذا البروتين مع الاحتفاظ بالفانكشن اللي له. وهيك تم اضافه بولي مركب اسمه بولي ايثيلين جلايكول بي اي جي على الانترفيرون الفا. صار عندي انترفيرون الفا شابك في مركب اسمه بولي ايثيلين جلايكول بي اي جي. فهذا المركب سميناه بيجايليتد انترفيرونز، وهذا طبعا بصير يكون له ستابيليتي اكثر ولونجر دوريشن اوف اكشن، فبالتالي صرنا نستخدم جرعات اقل وفريكونسي اوف ادمنستريشن اقل، وهذا طبعا وفر علينا كثير حتى كمان كفارماكو ايكونوميكس وحتى كمان كفعاليه، لانه مش عم بيصير فلكشويشن في البلازما كونسنتريشن لهذا الانترفيرون. هلا بناء على ما سبق فينا هلا الدروجز ممكن استخدامها لعلاج هيباتيتس بي انفكشنز، وفي العلاج هيباتيتس سي. هلا هيباتيتس بي انفكشنز ممكن احنا نستخدم دواء زي اللاميفيودين عباره عن ان ار تي اي زي ما معنا بشيء في علاج الاتش اي بي، وهذا الدروج بامكانه يعني او مستخدم بشكل منيح لعلاج الاكتيف هيباتيتس بي فيروس انفكشنز. لكن انه ممكن انه يصير في ريزيستنس عليه مع الوقت، فلهذا السبب احنا بنستخدمه ان كومبينيشن وذ اذر دروجز. هلا في من الادويه ممكن نعطيها كمان دواء اسمه اديفوبير، فبنعطى ممكن ان كومبينيشن مع اللاميفيودين، وهون بمكاننا نعمل سبريشن للفايرال انفكشن نحد منها ونحصرها ونمنع انتشارها في خلايا الكبد، فبالتالي بنعطي فرصه هلا لخلايا الكبد انها تصير لها يعني بروليفريشن مره ثانيه ويصير نوع من الريجنريشن للليفر، وهيك طبعا بمكاننا انه نوقف البروجريشن للهيباتيك ديزيز،
انه احنا نعطي هون عديد لاكتيف هيباتايتس. لازم نعرف انه الهيباتايتس بي انفكشن في كثير من الاحيان بتكون كرونيك انفكشن، لكن تنشط في اوقات معينه بعدين بترجع يعني بتهدى لحالها وبصير لها كنترول مره ثانيه. كيف موضوع الهربس مثلا، نفس الشيء هون بتهيج هاي مرات، ولما بتهيج الانفكشن هاي وبتنشط بتبدا تعمل رابيد ديستركشن للليفر سيلز which can be fatal. فلهذا السبب احنا بنعطي الدروج هذا ك يعني سبريشن ككرونيك يعني سبريشن لمرضى اوريدي صار عندهم ليفر دامج. فهون طبعا ممكن نعمل ريفرس للهيباتيك فايبروزز وبنمنع انه تتطور امور للليفر سيروز اللي هو طبعا الريفرسبل ستيج من الليفر ديستركشن. هذا بخصوص علاج هيباتيتس بي. هلا في هيباتيتس سي، هذا بنستخدم له الجايديتد انترفيرون الفا، وكمان ممكن نستخدم طبعا مع كومبينيشن وذ ريبافيرين. بس الحلو في الموضوع انه العلاج بهاي الكومبينيشن عند بعض المرضى انه صار كليرنس للفيروس، بنسبه تقريبا 50% من المرضى صار عندهم كيور او يعني شفاء تام من هاي الانفكشن. لكن برضه في المقابل 50% اخرين فقط في سبريشن انفكشن، لكن في المستقبل او خلال فتره معينه ممكن ترجع تنشط مرة ثانية. هلا هذا الريبافيرين له شوية ادفرس افكتس يعني مش سيئة كثير، ممكن مو مقدور عليها، يعني بيعمل شوية ليثارجي، انوركسيا، بيعمل ديبريشن اند انفلونزا لايك سيمتومز، بصير في وجع في المفاصل والمسلز مع حرارة ويعني وتعب، كيف كان الواحد مفلوز يعني. بهذا بخصوص الدروكس اللي بتستخدم في علاج هيباتيتس سي انفكشنز. هلا بشكل عام في عنا بس زي ملخص انه في عنا مجموعه من الانتي ريتروفايرال دروجز اللي احنا بنستخدمها في علاج الاتش اي في، وهون في عنا مجموعه من العائلات هذول سبق ويعني ناقشناهم كلياتهم تقريبا. فكان في عنا مجموعه النيوكليزايد ريفرس ترانسكريبتاز انهبيترز، فمطلوب تحفظوا بس اسماء الادويه اللي مروا معنا في الشرح قبل شوي، لكن مش الشيء اللي مش موجود في الليستة فش داعي تحفظوه. كمان في عندنا النون نيوكليوزايد ريفرس ترانسكريبتاز انهبيترز اللي قلنا بتعمل دينيتشرينج للريفرس ترانسكريبتاز انزيم. في عندنا كمان كان البروتييز انهبيتر، قلنا هاي بتمنع انه يصير في كليفج للفيرال بروتينز وبضل ك يعني كجاينت بروتين لكن بيكون نون فانكشنال. في كمان انتري انهبيتر، هذا ممكن ثاني دواء حكينا عنه في الشابتر انتي فيرال دروكس، كان هذا الانفيبرتايد اللي قلنا بمنع الانتري اوف يعني اوف اتش اي في فيروس للهوست سيل. وفي مجموعه اسمها انتجريز انهبيترز، هاي ما حكيناش عنها بس هلا بحكي عنها باختصار شديد، انه هون لما قلنا لما صار يعني انفكشن لهي الهوست سيل عباره عن سي دي 4 سيلز، قلنا بيكون في عندنا هون فيرال ار ان اي اللي بتحول بفضل الريفرس ترانسكريبتيز انزيم لدي ان اي. هلا هذا الدي ان اي انه بيدخل على النيوكليوس وبفضل وجود انزيم اسمه انتجريز انزيم يتم دمج الفيرال دي ان اي بالهوست دي ان اي. طبعا هذا كلام مصيب لان الخليه هي معناها حتى لما تصير بروليفريشن اذا انقسمت بتنقسم بما تحمله من كل جينات بما فيها الجينات تبعت الفيروس. هلا الفكره هون انه عمليه اللي هي الانتجريشن هاي بواسطه انتجريز انزيم ممكن احنا ندخل فيها ونستخدم انتجريز انهبيتر، فبالتالي بنمنع هذا الانتجريشن انه يصير. فصح الخليه هاي مصابه بالفيروس لكنه مش عم بيصير له انتجريشن، هذا حتى كمان ببطئ او بمنع من تكاثر الفيروس في داخل هاي الخليه، وهي الخليه زي ما قلنا غير قابله للانقسام، لكن احنا بنعمل بمستوى معين. فعشان هيك برضه هذا مش او هذا ولا يستخدم فقط لوحده وانما ضمن كومبينيشن. هلا عشان هيك احنا هلا في شغله ثانيه مهمه، انه مرات بصير في ميوتيشنز في الفيرال جينز، وهذا زي ما بصير ميوتيشن في اي مكان، وهي مرات بتكون لمصلحه الفيروس بحيث انه يصير يطور ريزيستنس للانتي فيرال دراجز، والاتش اي في فيروسز مشهوره في هذا الاطار. فلهذا السبب احنا ما بنعالج بمونوثيرابي مطلقا، وانما دائما لازم نعطي كومبينيشن من الانتي فيرال دراجز اللي مره يعني جبنا سيرتهم اسمهم هايلي اكتيف انتي ريتروفايرال تريتمنت هارت ثيرابي. الان هون الهارت ثيرابي بتكون من كومبينيشن من اكثر من دراج قلنا، هاي طبعا لازم تكون حافظينها وفاهمينها منيح. انه اول شيء بنعطي كشيء اساسي انه نعطي دوايين تو دراجز من مجموعه الان ار تي اي هم النيوكليوتايد ريفرس ترانسكريبتيز انهبيترز، هاي هم الاساسيين. هلا بنضيف عليهم هلا كمان
بروتيز انهبيتر زي مثلا ريتونافير او ساكنافير، او منضيف نون نيوكليوزايد ريفرس ترانسكريبتاز انهبيتر هو قلنا بيعمل دينيتشرنج للانزيم. فواحد ممكن يقول طب هو هذا نفس هذا صح ولا لا؟ نقول صح، لكن هذا ريفرسبل انهبيتر وهذا ايرريفرسبل انهبيتر، هذا بيعمل قلنا دمج للبروتينز للانزيم، وكمان احنا عم نعطي كومبينيشن هاي مشان ما يصيرش في ريزيستنس. هون صفى المريض عم ياخذ 2 دراج من الان ار تي ايز مع 1 دراج من النون نيوكليوتايد ريفرس ترانسكريبتاز الان ان ار تي ايز خلينا نسميهم، او ممكن نعطي كمان انتجريز انهبيتر. يعني باختصار انه المريض الاتش اي في لازم ياخذ كومبينيشن اوف 3 دراجز، اذا 2 دراجز من الان ار تي ايز بلس واحد من هدول الثلاث مجموعات. وهون طبعا احنا قاعدين على كرونيك مانجمنت، بحاجه لالتزام شديد من قبل المريض مشان نحصر الانفكشن ونمنعها انها تنتشر. انه اذا لاحظتوا انه هاي الانتي فايرال دراجز وحتى كل الدراجز اللي مرت معنا سابقا ما في عندنا ولا دراج بيقضي على الفيروس بحد ذاته، وانما فقط بنمنع توسعه وانتشاره في جسم المصابين. فلهذا السبب برضه كمان موضوع يعني الهارت برضه مهم في موضوع الدراج دراج انتر اكشنز. فالمريض ماشي على هارت ثيرابي زي ما مر معنا زمان، اذا صار عنده مثلا مايكوباكتيريا انفكشن زي الماك على سبيل المثال، فهنا لازم نختار انتي بايوتكس ما بتعمل اندكشن للليفر انزيمز. وكذلك طبعا لو اصيب اي امراض اخرى لازم انتبه منيح على موضوع الدراج دراج انتر اكشنز. هذا كان اخر شيء في موضوع الانتي فايرال دراجز.